بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اترك المذكرات، علمك هو الذي تراه في الظلام، هذا علمك، أو تدخل مع الحمام، هذا اترك، هذا مو علمك، فاحفظه، أهم من الأوراق هذه، تضيع الأوراق هذه وكذا ما تبالي. طيب، فأغلق الأوراق، طبق الورقة يا شيخ. إيه. ندرس إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالصلاة. الصلاة لابد لها من شروط، فمن يذكر لي شروط الصلاة؟ متفقين أن تحفظ أخوانا، ما أصلح تنقله ترفع أسبعك يا أخي. طيب، بسم الله. نعم، أوقف. شروط الصلاة ثمانية. تسعة. طيب، الإسلام والعقل. واحدة. الإسلام. فلو صلى الكافر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. طيب، لماذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى في كل عبادة أنه لابد هناك شرط وهو الإسلام؟ لماذا يذكر الإسلام مع أننا ما نخاطب بالصلاة إلا المسلم؟ الكافر بماذا نخاطبه؟ بالشهادتين. لماذا يذكر العلماء في شروط الصلاة الإسلام، في شروط الوضوء الإسلام، في شروط الصيام الإسلام؟ ما الفائدة؟ لأنه أحد شرطي قبول العمل لأنه قد يكون لديه شرك أكبر ويصلي فصلاته باطل، إذا لابد يبحث عن هذا، يحقق التوحيد وخاف من الشرك. طيب، إذا الشرط الأول الإسلام، أول ما يؤمر به الكافر الصلاة والصيام والحج بالشهادتين. ولهذا الآن يعني يشكل على بعض الناس الختام مثلا أو الحجاب، فماذا نصنع مع الكافر إذا قال مثلا ما يريد الحجاب، المرأة ما تريد الحجاب، والرجل يقول ما يريد الختام؟ نقول له من خاطبك بالختام أصلا؟ أسلم، إحنا نريد نخاطبك بالشهادتين فقط، فإذا أسلم شرح الله صدره للختان وكذا، مفهوم؟ طيب، أجلس، فتح الله عليك. هذا الشرط الأول الإسلام وضد الكفر. نعم، أوقف. العقل وضد العقل، ما حد يتكلم أخوان، العقل ضد إيش؟ الجنون. نعم. طيب، لو صلى المجنون صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. طيب، لو صلى السكران صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. طيب، ما هو مجنون؟ مجنون السكران؟ لا أحد يتكلم أخوان، هل السكران مجنون؟ لا، المجنون أحسن منه، لأن المجنون جن بغير اختياري، وهذا باختياري، إذن هذا أشد من المجنون. مفهوم؟ أجلس. قبل النية، خليك شيء دقيقة. نعم يا أخي. نعم، التمييز. هل التمييز هو البلوغ؟ لا، التمييز تقدم حتى لا يكلمك. هات الورقة، أعطني ورقة. التمييز هو التفريق بين الأشياء، فإذا كان يفرق بين الأشياء فهذا مميز، يعني تقول له اجلس يجلس، تعال يأتي، هذا ماء وهذا نار. فهل تصح صلاة الصغير؟ السؤال لك، ما أحد يتكلم. نعم، هل تصح صلاة الصغير، الولد الصغير، هل تصح صلاته أم لا؟ نعم، دائما. نعم، حتى بين سنتين؟ لا. إذن إيش الفرق؟
إذا كان مميز فصلاته صحيحة، غير مميز فصلاته باطلة، وفي الغالب أن ابن 7 سنين مميز. مفهوم؟ أجلس. نعم. الشرط الرابع النية، هي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم السبت الموافق 23 من شهر أغسطس مؤتما بالشيخ فلان ابن فلان، وبجانب عن اليمين فلان، بجانب عن اليسار فلان، مصليا صلاة المغرب 3 ركعات في الساعة 7:45 بتوقيت تركيا في الريحانية الواقعة في شرق تركيا، يصح؟ ما يصح. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يصح. ممكن وهو يقول هذا الكلام يكون الإمام قد سجد. مفهوم؟ نعم، هذا لغو من الكلام، فتح الله عليك. إذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. رفع الحدث، أي حدث؟ حدث أكبر وحدث أصغر. فلو صلوا عليه حدث أكبر جنابة صلاته باطلة، عليه حدث أصغر خروج ريح باطل. إذا لابد من رفع الحدث. نسي وصلى بلا رفع حدث، كان عليه خرج منه ريح وصلى الآن معنا، فماذا يصنع؟ يعيد الصلاة. ناسي يعيد الصلاة. طيب الحمد لله، جزاك الله خير. نعم. لا أنت أخذتها أول. نعم يا أخي، انتبه انتبه انتبه. نعم، ستر العورة، إزالة النجاسة. عن ماذا يزيل النجاسة؟ يزيل النجاسة عن 3 أشياء: عن البدن والبقع المكان والثوب. فلو صلى وعلى ثوبه أو على بدنه أو في مكان نجس عالما بالنجاسة قادرا على إزالة هذه النجاسة فصلاته باطلة. مفهوم؟ إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن البدن وعن الثوب وعن مكان المكان، فتح الله عليك. بعد هذا لا حول ولا قوة، والبقية إخواننا ما اتفقنا تحفظوا. نعم. استقبال القبلة لا إشكال. لا، يستقبل القبلة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة أو في النافلة، في الحضر أو في السفر؟ في الحضر والسفر، إلا أن النافلة في السفر يصح أن يصلي النافلة حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة. إذا لابد من استقبال القبلة دائما، إلا النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت بالدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة. فتح الله عليك. نعم. ماذا؟ دخول الوقت. فهل يصح أن يصلي قبل الوقت أو يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت؟ لا، إذا لابد أن يصلي الصلاة في وقتها، إلا إذا كان له عذر أو لديه دليل في التقديم والتأخير. مفهوم؟ فتح الله عليك. إخواننا لا أحد يتكلم، اللي هو يتكلم يأتي مكانه هنا وأنا أجلس. نعم. طيب من يا نعم يا أخي. ستر العورة. ستر العورة، وأحسن من هذا أن تقول أخذ الزينة في الصلاة. ماذا؟ أخذ الزينة في الصلاة. لأنه يشكل على بعض الناس، يعني بعض المسائل يظن نحن نتكلم عن الحجاب أو كذا أو النظر إلى الأجنبية، نحن نتكلم عن صحة الصلاة. مفهوم؟ طيب إذا لابد من أخذ الزينة في الصلاة، العورات أو أخذ الزينة في الصلاة له أقسام 3: عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. كم؟ 3. العورات في الصلاة 3: مغلظة، مخفف، متوسطة. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب أي غير المحارم تغطي حتى الوجه. هذا ما يتعلق بصحة الصلاة، احنا نتكلم عن الحجاب. مفهوم؟ عورة من؟
المرأة الحرة البالغة، المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأم المملوكة، البالغ خرج بهذا الصغيرة، تغطي كل البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه، هذا في الصلاة. أما في الحجاب عند أمر آخر. الثاني عورة مخففة، عورة مخففة، الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين يستر الفرجين، ما عدا المغلظة والمخففة عورة متوسطة، يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة. تعيد علي هذه الأقسام الثلاثة. عورة مغلظة، عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الجانب تغطي حتى الوجه. عورة مخففة للصبي من 7 إلى 10 يستر الفرجين. خلاص. وعورة متوسطة لمن؟ لمن عدا المغلظة والمخففة، يستر من السرة للركب مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. مفهوم؟ في أحد الدول مرأة تسأل رجل مفتي، تقول له أكون أحيانا بلباس البحر وأدخل إلى الخيمة ما يراني أحد، أغلق علي باب الخيمة وأصلي، فماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ما نعم. مفهوم؟ إحنا لا نتكلم عن صحة الصلاة، نتكلم عن صحة الصلاة، نتكلم عن الحجاب وكذا. نعم. طيب، بعد هذا من شروط الصلاة، سبحان الله، من يقول انتهت؟ اصبر اصبر، اوقف، يلا عد. اسلام والعقل والتمييز والنية، استقبال القبلة، خلطها علي يا شيخ، خليني اعيد. ما مشكلة، عيد. اسلام، عقل، تمييز، ستر العورة، رفع النجاسة، رفع الحدث، رفع الحدث وإزالة النجاسة، واستقبال القبلة، النية، و رفع الحدث، إزالة النجاسة، استقبال دخول الوقت، دخول الوقت. اجلس، فتح الله عليك. طيب، من يذكر لي أركان الصلاة؟ سبحان الله، البقية ما يصلوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. تكبيرة الإحرام، العلم إذا دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب، أما يدخل مشوش ما يخرج أصلا إلا إن شاء الله. يعني تسأل بعض الطلاب ما أركان الصلاة؟ يقول أركان الصلاة، أركان الصلاة، أركان الصلاة السجود على أضاء 7، أيوة، قال والتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير. يا أخي احفظ وتعال. صحيح، هذا في الغالب أنه ما يأتي به، لكن تسأل الأخ طالب علم رتب العلم وكذا ما هي أركان الصلاة؟ قال الحمد لله، قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، سجود أعضاء 7، الحمد لله. حتى هذا لو ترك ركن لا إشكال لديه، لأنه رتب العلم. تسأل عن الوارثين من الذكور، ما من هو؟ أذكر لي الوارثين من الذكور. يقول الوارثين الابن وابن الابن والاب والجد واخ شقيق واخ لاب واخ لام وابن اخ شقيق وابن لاخ لاب وعم شقيق وعم لاب وابن عم شقيق وابن عم لاب والزوج المعتق. هذا اللي يحفظ. تسال تقول اقرا لي من كذا، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرا. اما اللي لك في القراءه وكذا هذا مو حافظ. فالعلم اخواننا رتبوا لنا العلماء العلم، بقي بس فقط نمشي. مفهوم؟ فما يصح تقول تكبيرة الإحرام يا رجل، رتب، أوقف. الأول القيام مع القدرة، تمام. القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة، فتح الله عليك، اجلس. إذن القيام
ركن من أركان الصلاة في الفريضة، ويصح أن يصلي النافلة جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. قال القيام مع القدرة، كيف نعرف أنه قادر أو غير قادر؟ إما أن يكون غير قادر بالكلية، مشلول مثلا، أو يقدر على القيام لكن يأتي ألم شديد حتى لا يخشع في صلاته، فهذا غير قادر. إذن قيام مع القدرة في الفريضة، أما النافلة صح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. بعد هذا بسم الله تكبير إيش؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة في الفريضة وفي النافلة. خطأ. الآن النافلة. النافلة نافلة. إيه نافل. إذا ما صلى النافلة كلها ما عليه شيء، نقول له لا تكبر تكبيرة الإحرام في النافلة، ما عندك إشكال، لأنك لو ما صليت النافلة كلها لا إشكال لديك، صح؟ ولا تقرأ الفاتحة في النافلة. بطلت النافلة يا شيخ. لا يا أخي افهمني لا. الآن هذا الأخ ما صلى النافلة عليه شيء؟ لا شيء. قال أنا أريد أصلي النافلة بدون تكبيرة الإحرام. لا يا صح. يا أخي إذا ترك الصلاة كلها ماشي لا شيء عليه، كيف لو ترك جزء؟ بطلت النافلة. يا أخي لماذا تبطل؟ الله يهديك تبطلها عليه، وهو صلى قرأ الفاتحة وركع وسجد. يا ركن من أركان الصلاة. يا أخي صحيح، لكن هو لو لم يصلي النافلة كلها على شيء؟ لا شيء عليه. إذن ما يكبر تكبيرة الإحرام، ما عنده شيء. لا صح. لا إنا إليه راجعون. لماذا يا أخي إذا ما صلى النافلة كاملة لا شيء عليه، وإذا ترك تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة؟ بل نقول له هذا، نقول أنت تتلاعب في دين الله، إما أن تصلي الصلاة كما أمر الله أو لا تصلي. هذا النافلة، أما الفريضة لابد يصلي أو كافر. نعم. أجلس فتح الله عليه. طيب قراءة الفاتحة، كم آية من الفاتحة؟ الفاتحة كاملة، هل يقرأ الفاتحة كاملة أو ناقصة؟ لابد. إذن لابد من قراءة الفاتحة كاملة في أي ركعة، الأولى والثانية، في كل ركعة، في الفريضة أو في النافلة. يا أخي النافلة لو ترك النافلة كاملة لا شيء عليه. تبطل. نعم فتح الله عليك. أصبر. إذا لابد من قراءة الفاتحة كاملة في كل ركعة، وفي الفريضة وفي النافلة، وفي السرية وفي الجهرية. نعم. إلا في حالة واحدة تسقط عنه الفاتحة، إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويركع وتسقط عن الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لابد من قراءة الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، لو ترك منها شيء فالصلاة باطلة، مفهوم؟ إذن أهم سورة تحفظها وتعرف تفسيرها سورة الفاتحة. الله يفتح عليك. بعده بسم الله. الركوع. الركوع بعد الركوع الوقوف. ايش الوقوف؟ الوقوف الاستقامة. الاعتدال. اجلس اجلس. بسم الله. الركوع. الاعتدال بعد الركوع. الاعتدال. السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة. الجلسة بين السجدتين. نعم. لا تكلم يا أخي. ثم الطمأنينة. كيف تعرف الطمأنينة؟ تعرف الطمأنينة بأن يأتي بالذكر الوارد في هذا الركن، يعني في السجود قال سبحان ربي العلى، في الغالب أن حصل الطمأنينة. بين السجدتين قال ربي اغفر لي، حصل الطمأنينة. الترتيب بين الأركان اللي ما يقدم ركن على ركن، ثم التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. عيد. نعم. تكبيرة الإحرام. إنا لله وإنا. يا أخواننا اتركوا، قم أجلس أجلس. نعم خلنا نشوف. نعم. شو اسمه؟
الشهادة الأخيرة، الشهادة من أول، من أول أركان الصلاة. تكبير الإحرام؟ لا. قم معكم. هل أنت إلى أن تعد؟ القيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. الركوع. اعتدال من الركوع. السجود. سجود على السبع. إيه. الجلستين. الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين. الاعتدال والجلسة. الاعتدال والجلسة. التشهد. إخواننا تركوا. الطمأنينة. نعم. التشهد. الترتيب. الترتيب بين الأركان، التشهد الأخير. الصلاة. الجلوس له. الجلوس له. الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. التسليمتان. الصلاة الإبراهيمية والتسليمتان. تعرف تعيد؟ إن شاء الله تعيد. اجلس. نعم. وقوف الاستقامة. القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. السجود. والاعتدال من الركوع. السجود أعضاء السبعة. والرفع منه. والجلسة بين السجدتين. والطمأنينة والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة الإبراهيمية وتسليمته. إيش الحفظ هذا؟ من أذكرها لي يا أخوان؟ أجلس. بسم الله ما شاء الله. القيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. طبعا تعذر ما دام نسيت تكبيرة الإحرام. سؤال في تكبيرة الإحرام. هذا الأخ يصلي خلف الإمام، يصلي ماذا؟ ونسي تكبيرة الإحرام، ماذا عليه؟ نسي. يا أخي يصلي خلف الإمام ما يصلي وحده. نسي الفاتحة خلف الإمام في صلاة الظهر، ماذا عليه؟ يا أخي يصلي خلف الإمام، الإمام قرأ الفاتحة والإمام كبر تكبيرة الإحرام. هو هذا يقول، هذا يقول الحمد لله الإمام كبر وكذا. نقول الإمام ما يتحمل أركان، الإمام ما يتحمل أركان، الصلاة باطلة. كيف ما يكبر تكبيرة الإحرام؟ أصلا ما دخل في الصلاة إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، صح؟ هل الإمام يتحمل أركان؟ ما يتحمل أركان. يلا من جديد. القيام مع القدرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المرة الثانية هذه. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. الركوع والرفع منه والاعتدال من الركوع. السجود. سجود أعضاء السبع. يا أخوانا اتركوهم يا شيخ. طب ادخلوا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. نعم. الرفع منه. السجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة والترتيب بين الأركان. الأخير. التشهد الأخير. والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية والتسليمتان. هذا ما يصلح الحفظ. من يا أخوتكم؟ هاي شيخ. بسم الله. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. الركوع. اعتدال. سجود أعضاء السبعة. ثم الاعتدال والجلسة بين السجدتين. طمأنينة. الترتيب بين الأركان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية وتسليمته. ما يصلح. بسم الله. قيام مع القدرة. تكبير. ترى حرام. قراءة الفاتحة. ركوع. اعتدال. أعضاء السبعة. اعتدال. الجلسة بين السجدتين. طمأنينة. ترتيب. التشهد الأخير. والجلوس له. الصلاة على النبي صح. أيضا في خلل. من يذكرها أخواني؟ بسم الله.
القيام مع القدرة، قيام مع القدرة تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود الأعضاء السبعة، الاعتدال والجلسة بين السجدتين، طمأنينة، ترتيب بين الأركان، التشهد الأخير، الجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. فتح الله عليك، يعني هذا قريب من فروض يسرد سرد. نعم، لا حول. واجبات الصلاة، بسم الله ثمانية. ايه بسم الله. جميع التكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. والمنفرد نعم، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني دون المأموم. وقول ربنا الحمد، ربنا ولك الحمد للجميع، إمام ومنفرد ومأموم. نعم، قول ربنا لك الحمد للجميع. هذا قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، في السجود، والتشهد الأخير، والتشهد الأول في الصلاة، والجلوس له، قول رب اغفر لي بين السجدتين، قول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، الجلوس له. أجلس، هذا ما يصلح الحفظ. نعم، ما يذكر علي. بسم الله. جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. نعم. ثانيا، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. ثانيا، أذكار سمع الله لمن حمده. خطأ أن تقول أذكار. لو قلت أذكار هذا كلام باطل عندنا. نعم. وسوف يأتي معنا ليش باطل. نعم. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، وجلس له. ما يصلح. ها، من يقول؟ بسم الله. جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام. قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده للإمام، هو للإمام والمنفرد، سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد للجميع، ربنا ولك الحمد للجميع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأخير، التشهد الأول، وال جلس. ما ينفع إلا بعد العشاء أشوف معكم إن شاء الله. مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة، ما أحد؟ بسم الله. التكلم والضحك، واحدة واحدة. الضحك، الكلام العمد مع العلم والذكر. أخوان نحفظ المكتوب في الورقة. في المدارس كنتوا تصنعوا هذا، تغيروا ما هو موجود في الكتاب؟ لا. نعم، الكلام العمد مع العلم والذكر. نعم، الأكل والشرب، الأكل والشرب، والضحك، والضحك، الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. التفات الكثير عن القبلة، انكشاف العورة، انتقاض الطهارة. الله يفتح عليك يا شيخ. اجلس. الله، هذا ما ينفع الحفظ، هذا ما ممكن. كيف ندرس في القديم؟ ما يستطيع ناخذ درس جديد. طيب، انا اترككم الان الى اذان عشاء. كم باقي الاذان؟ الله يرضى عنكم، ابقوا هنا وسمعوا البعض. صلاة ننتهي منها اليوم ان شاء الله. اذا ما حفظتوا ما يمكن نمشي. كم باقي على الأذان؟ ها؟ 40 دقيقة. طيب، نذكر أول شيء ما يتعلق بمبطلات الصلاة، وثم ندرس بعد العشاء إن شاء الله، ونسمع أولا، اللي ما يسمع يخرج. يمكن مع هذا الناس يقول أحسن. الحركات في الصلاة، اضبط هذا، حركات في الصلاة خمسة. كم حركة؟
خمس حركات عندنا: حركة محرمة، وحركة مكروهة، حركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. تعيد: حركة محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، واجبة. الحركة المحرمة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة لا قليلة، متوالية متتابعة عرفا، تنظر إليه كما أنه متعارف عليه أنه كأنه غير مصلي لغير حاجة، خرج بهذا ما لو تحرك لحاجة. مثاله هو يصلي ويصلي، أخرج الجوال من جيبه، قال الله مستعان، يعني هذا ما يعرف أن أنا أصلي، ويقرأ الرسالة. نعم، تنظر إليه كأنه غير مصلي أصلا، صحيح والله. نعم، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، مفهوم؟ نعم. الضحك، الأكل، الشرب، يضع سندويشت في الجيب الأيمن والبيبسي في الجيب الأيسر ويأكل ويشرب، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، هذه كلها حركة محرمة. الالتفات الكثير عن القبلة، يلتفت يرفع بصره للسماء أو يلتفت إلى هذا الاتجاه وهذا الاتجاه أو يستدبر القبلة، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، حركة محرمة. أما الحركة القليلة لغير حاجة مكروهة، حركة قليلة لكن لغير حاجة، يلتفت في الصلاة، التفات يسير، مفهوم؟ طيب، الحركة المباحة هي الحركة التي تكون لحاجة. الشيخ وهو يصلي عندما سجد وأراد أن يرفع من السجود سقطت النقود من جيبه الأعلى، فماذا يصنع؟ يخاف تحمل مع الريح أو يأخذها فلان من الناس، فماذا يصنع؟ بأدنى حركة يدخلها في جيبه، دق الجوال بأدنى حركة يغلق الجوال، مفهوم؟ حركة جائزة، جاءت حكة مثلا أو ذبابة على أنفه، حركة جائزة. حركة مستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، حركة يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج مستحب. حركة واجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. هذا الأخ وهو يصلي سقطت على طاقية نجاسة، ماذا يصنع؟ هنا حركة واجبة لابد يخلعها، إذا ما خلع الصلاة باطلة، لأنه إزالة النجاسة على البدن بقعة والثوب، مفهوم؟ كم الحركات من عد علي؟ بسم الله. حركة محرمة هي حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، إخوانا كثيرة قليلة خرج بهذا، صحيح؟ لغير حاجة لحاجة، متوالية خرج إذا غير متوالية، يعني ما غير متتابعة. نعم، الثاني أكل وشرب وضحك والتفات كثير عن القبلة وغيره، نعم محرم هذا كله. حركة مكروهة هي الحركة القليلة لغير حاجة، التفات يسير، التفات كثير محرم، حركة مباحة وجائزة هي التي لحاجة، والمستحبة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. فتح الله عليك. نعم، أوقف. مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة الحركة خمس حركات، الحركات اتركها الآن، خليك معنا في المبطلات. كسرة الحركة الكثيرة يا رجل، مبطلات الصلاة، أول مبطل الكلام العمد مع العلم والذكر، يعني يتكلم وهو متعمد ذاكر لا ناسي عالم بتحريم الكلام في الصلاة، تكلم وهو جاهل في صلاته صحيحة، جاهل أن الكلام محرم في الصلاة، تكلم ناسي. الأخ هذا دخل هذا للغرفة وهذا قال له مرحبا، ناس يا أخي ناسي، استغفر الله العظيم، بطلت صلاة، وين مبطلات الصلاة؟ لكن قال هناك الكلام العمد مع العلم والذكر، هذا ناسي،
أنت أحيانا وأنت تصلي يعني يمر إنسان وكيف تتكلم ناسي صلاة صحيحة، مفهوم؟ إذا لو تعمد الكلام في الصلاة ذاكر وعالم فالصلاة باطلة. الثاني الأكل والشرب والضحك الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، والالتفات عن القبلة وانكشاف العورة. كيف انكشاف العورة؟ من يصلي في البنطال صلاته باطلة إذا انكشفت العورة. صحيح والله، وبخاصة حال الركوع والسجود. أنا ما أتكلم عن البنطال، نعم. لا، هو الصلاة في البنطال كنز أحيانا طويلة وتنكشف العورة فيحتاط قبل الدخول في الصلاة، مفهوم؟ طيب الله يعافينا وإياكم من البنطال. اصبر. وغيره انتقاض الطهارة. تخاف من من؟ تخاف من من؟ من الله. نعم، فإذا انتقض الطهارة عندك ايش تصنع؟ تترك الصلاة، تخرج تتوضأ. وما أنت بأول سار غره قمر، كل الناس يخرج منهم ريح، صح؟ تخرج تتوضأ وتأتي، مفهوم؟ فتح الله عليك. طيب إذا موعدنا متى؟ إخوانا مؤمنين على شروطهم، إحنا كل مرة نقول بعد العشاء بعد العصر بعد كذا، نبغى ندرس. ما ممكن تدرس بدون حفظ؟ ممكن؟ شفت اللي يحفر في الماء؟ هذا اللي يدرس بلا حفظ مجنون صدق. كيف؟ صح؟ أي نعم، الجوال يحفظ وكذا يحفظ، ما ممكن. طيب إذا موعدنا صلاة العشاء الآن بالله يا أخواننا، الله يرضى عنكم، تعاونوا فيما بينكم واحفظوا هذا بإذن الله، تجد أنه فيه فائدة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. رسائل سرية هذا وإحنا في الدرس، الله مستعان.